في إيران التمرد الشعبي ضد النظام لم يتوقف يوماً، وإن قلت الاحتجاجات المنظمة أو أعداد حشود المتظاهرين وحتى تجمعات الطلاب، إلا أن غضب الشارع الإيراني الذي اشتعل منذ سبتمبر الماضي لم يهدأ لحظة. شكل جديد للاحتجاجات تشهدها شوارع طهران تقف وراءها النساء. الآلاف من الإيرانيات في طهران يمشين اليوم في الهواء الطلق دون ارتداء الحجاب الإلزامي، شكل من أشكال العصيان المدني من غير المرجح أن يطيح بالنظام، ولكن يقول الكثيرون بأنه سيكون من الصعب احتوائه في المستقبل وفق تقرير لوول ستريت جورنال. السلطات في إيران حاولت قمع هذا السلوك الجديد وأمرت الشرطة بفرض غرامات على النساء اللواتي يخالفن قواعد اللبس، وكذلك فرض عقوبات على سيارات الأجرة والمطاعم التي تسمح بالدخول دون حجاب، خطوة لم تؤثر على قرار الإيرانيات، فتجربة الأشهر الماضية كانت بالنسبة لهن نقطة لا عودة. تقرير وول ستريت جورنال لفت كذلك إلى غضب الإيرانيين الذي لا يزال يتصاعد مع رفض النظام الاستجابة إلى مطالبه، ما يشير إلى أن الاحتجاجات قد تندلع مجدداً في أي لحظة قريبة وبشكل أقوى وأعنف ربما، خاصة في ظل زيادة التضخم وهبوط العملة الإيرانية، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية يوماً بعد يوم. ملوك الشيخ العربية.